الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله سيدي، فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني. بكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر تشكو لواعجها إلى حاميها. فمن يكن في الأسر سائقها ومن حاميها. يسوقها الزجر بضرب متون، والشمر يحدوها بسب أبي. Yeah.
عجبا بالأمس أنت تصونها واليوم على أمية تبدي ساروا بالسبايا على مصارع القتلى مولاتنا زينب أخذت تخاطب السيد الشهداء سكينة التفتت إليها عم لمن تخاطبي قالت عم أخاطب أباك الحسين فرمت سيدتنا ومولاتنا سكينة بنفسها على جسد المولى أبي عبد الله آي قلنا والدي والله ضيمه ضيمه أنا صير من زغري يتيمه جرها الشمر التفتت تتكلم مع أبيها الحسين تخاطب الجسد الشريف تقل لأبويا برضاك لا غصبا عليك يجرني الشمر من بين ديك أنا أسرع ودير العليك وادري بحميتك ما تخليك لكن معذور يا الحزور إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع إمام منصور مؤيد مهدي من آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد. قال إمامنا الباقر عليه السلام صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. هذا الحديث يبين لنا قانونا من القوانين الاجتماعية التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها في حياته العملية. كغيرها من القوانين هناك كثير من القوانين الاجتماعية، مثلا ما جاء فقير إلا بما متع به، أو ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مغير. قوانين كثيرة، كيفما تكون يولى عليك، قوانين بالكون كثيرة، إذا كثر الفساد كثرت الكوارث الطبيعية بالمجتمع. هذا أيضا من ضمن القوانين اللي ينبغي أن يعتد بها الإنسان في حياته العملية، أي الحياة العملية، سواء كان في أسرته، سواء كان مع المجتمع، سواء كان في أي مكان وجد هذا الإنسان، في مجتمعه في غير مجتمعه، عليه أيضا أن يلتزم بهذا القانون. وهو ما هو؟ صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال. مكيال مو وزن، مكيال لتر يسمونه مكيال، صاع مكيال، المد مكيال، مو وزن، مكيال. لذلك في قضية يوسف أوف لنا الكيل، ما قال له أوف لنا الوزن، كيل. فالإمام الباقر يقول هو هذا صلاح حال الإنسان عندما يريد أن يتعايش مع الناس التعايش السلمي،
خون ناس المجتمع اللي يعيش بيه مو كلهم ناس مؤمنين ملتزمين، مؤمن لكنه أحيانا بهوى آخر. ففي المجتمع المنافق بالمجتمع المؤمن، بالمجتمع المستقيم بالمجتمع غير المستقيم، الكذاب السارق، ألوان وأشكال في المجتمع. طيب هذا الإنسان اجتماعي الطبع يريد يعيش في مثل هكذا مجتمع، كيف يتعامل؟ الإمام ينطي دستور، ينطي دستور في كيفية التعامل. هل يتعامل بالجانب اللي بالحقيقة دائما الصحيح ودائما المستقيم ودائما الجانب الذي لا فيه شائبة ولا فيه لون من ألوان، نعم الألوان البقية اللي تعيشها الناس في المجتمع؟ لا، إذا بهالشكل هذا لازم يغلق بابه عليه ويقعد بالبيت، هذا خلاص ما يقدر يعيش. فلازم يواجه المنافق، يواجه الكذاب، يواجه الحرامي، يواجه المتلون، يواجه أبو المصالح الشخصية، يواجه الإنسان اللي يهول القضية صغيرة يسويها كبيرة، يواجه الأحمق، يواجه كثير من الأنماط والأشكال في المجتمع. كيف يتعايش مع هؤلاء؟ يقول إمامنا الباقر عليه السلام، يقول هذا المكيال ثلثاه فطنة. يكون الإنسان فطن، حذر، منتبه، واعي، مو إنسان غافل، لا منتبه، خصوصا إذا يلزم لفد مؤسسة، إذا يلزم لفد دائرة معينة. الأسرة هي دائرة، الأسرة دائرة، هي أسرة وحدة إدارية. ولهذا الباري قال الرجال قوامون على النساء، القوامية بما هي إدارة للأسرة، إدارة فنية. شون تدير الأسرة؟ بعض الناس يديرها يريد حسب مزاجه، حسب وضعه، حسب أعصابه، حسب الجانب العاطفي مثلا اللي يميل أو الهوى اللي عنده. وبعضهم لا، يديرها بفطنة، بانتباه. فهذا حقيقة كل يعني التعايش السلمي مع جميع الناس، سواء كان أسرة صغيرة أو كبيرة أو مجتمع، لازم أول شيء أن يكون الإنسان فطن، واعي، منتبه. أما بالنسبة للمجتمع كن يعرف واقع شنو، مو إنسان مغفل، واحد يضربه منا دمغة، واحد يجيبه منا دمغة، الأبو والله أنا ما أدري. ماكو ما تدري، شنو ما تدري؟ شلون ما تدري انت؟ انت انسان تعيش بالمجتمع، شلون ما تدري بي؟ قبل اذا واحد يقول ما ادري، لانه المسافات بعيده، الاجواء ماكو اتصالات، كثير من الوسائل منقطعه. اليوم بحمد الله العالم كله عندك بايدك، ما تدري بعد، ماكو كلمه ما ادري اني. لازم تعرف، تكون منتبه للواقع اللي تعيش به. ولهذا ميز الله اصحاب الحسين بهذه الخصيصه، وهي خصيصه الوعي والادراك والفهم. هاي الخصيصة مع الأسف ضاعت عن كثير من الناس، هم أدركوها حتى على مستوى جون هذا الإنسان اللي بنظر المجتمع في ذلك اليوم وضيع بالنسبة للثقافة الوضع، وإنسان خادم لأبي ذر وانتقل إلى الحسين سلام الله عليه. لكن شنو من نباهة عنده؟ شنو من وعي عنده؟ شنو من إدراك؟ قال سيدي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم. لا والله أبدا ما يكون هذا من، في حين ناس يمتلكون كافة الطاقة لنصرة الحسين خذلوا الحسين سلام الله. يعني مثل عبيد الله بن الحر الجعفي، رجل يمتلك كل الطاقة، قال له ما أقدر، نفسي أنا ما أطلع، أدري بيك على حال وأدري بيك مظلوم، بس أنا شعينك، شفيدك، يعني هذول جيش بني أمية إشقد أعداد هائلة، أنتم قلة، أنا شرها عينك يعني؟ يعني قل له أنا ما لو أدري بيك ناس وياكم واجع عندك. شوف هذا المنطق، أكو ناس اليوم تميل إلى الجهة الكثرة، إلى الكثرة، فإذا كان كثرة لا والله شد حزامه، إذا قلة ما شد حزامه. لكنه القضية مو الملاك بالكثرة والقلة، الملاك بالحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. قلة، فقال له هاي سيفي وهذا، وقال له ما أريد سيفك، إذا بخلت بنفسك علينا كل سيفه ما أريد، كل شيء ما أريد. فأولا أن يكون الإنسان فطن، فطن قبل وقوع المشكلة، لكنه إذا وقعت المشكلة عن غفلة من ذلك الطرف، عن سهو، عن
شهوة غلبت شهوة وما شاكل ذلك من القضايا فعليه أن يتغافل، لأن بعض الناس إصلاحهم بهذه الطريقة، لأنه ابنك أنت الآن، ابنك سعنا أولاد، إذا مثلا أنت حاط عينك عليه على الصغيرة والكبيرة، طيب هذا ما يتحمل بعد، هذا ما يتحمل يشرد من البيت بعد، يشوف البيت صار له جحيم، شنو أب أنت أو أم تراقبين ليل ونهار، شنو يعني خطو مجال، إذا أخطأ نصحوه، أولاد غافلوا عنه لعله هو يتذكر أكو خطأ صار بالبين حتى يرجع له مرة أخرى إلى الاستقامة والصلاح. أما إذا حد دوبك بدوبة وين ما يروح وين ما يفعل الصغيرة والكبيرة، هذا هم يقول لك هيك حياة أنا ما أريده، خصوصا هنا بالأجواء هذه، شنو منعه؟ من عشاء أبويا؟ أكو شيء من عنا؟ بالعكس هو يطلع يهيوله كافة المستلزمات. إذا بالعراق أو بلدان هناك ممكن يطق الفقر والجوع، يشتغل براحته ما عنده مشكلة. هذا إذا كان الإنسان حكيم حتى على مستوى زوجته، حتى على مستوى الزوجة، والزوجة كذلك بالنسبة إلى زوجها، لازم تكون هذه القضية فطن، منتبه، مراقب الوضع بدقة، لكن إن وقع خطأ غير متعمد غير مقصود، منا منا غلبت شهوة ما أعرف شنو كذا، يتغافل كأن شيء لم يحصل ومع علمه بذلك. أما إذا لا ما يريد يتغافل يصير حدي، يقول أنا إنسان حدي، قل له ذا حدي سد بابك عليك وراح تظل وحدك، لا أولاد ولا ذرية ولا عائلة تبقى وياك. هذا الواقع حقيقة، هذا الواقع لو مو واقع هو هذا الواقع. إذا يكون الإنسان حدي بشكل بحيث لا يتهاون في القضايا التي يمكن أن يتهاون فيها، ولو تهاون فيها لا صلحت تلك القضايا، راح يبقى بس وحده، بعدين يلوم على نفسه يقول شنو هالسياسة اللي اتبعتها، هذه مو سياسة صحيحة. الإمام الباقر يوضح لنا أكو سياسة بالبين لازم ننتهجها على مستوى الأسرة. إحنا ناس أرباب أسر، وأسر نعيش في بلد، هذا البلد مفتوحة الأجواء بالنسبة إليه، طيب هذا ابني شلون أجيبه إلى الأسرة، شلون أسحبه إلى الأسرة، شلون أخليه يعيش أجواء أسرة محترمة من خلال هذه، هذا القانون الإلهي حقيقة اللي نطقه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ونقلون على الإمام الصادق أيضا إنه أكون منتبه قبل لا تقع المشكلة، أما إذا وقعت فأتغافل لأن فيه صلاح لذلك الطرف. هذا حتى على مستوى الجانب الاجتماعي، يعني يجيني أنا إنسان أفرض مثلا كان في جو آخر مو جو إسلامي، مثل عندي يصير عنده مشاركة مثلا في الجوانب الإسلامية، أو يريد يكون عنده حضور في الأماكن الإسلامية، أنا أجي أوقف بعض الناس يقول لك لا لا هذا طريقة مو زينة وهذا مو إنسان، هذا يجوز إجه الطريق الله يقبله، أنت ليش ما تقبله؟ الله يقبل هيش نماذج تائبة عائدة إلى الله، أنت ليش ما تقبله جنابك؟ يقول لا ما يصير ما يصير. هل حد هي هذه تدمر أسر وتفلش مجتمعات حقيقة؟ فلازم الإنسان يكون فطن، يكون غافل غفلة مذمومة، لكن إن وقع الشيء يتغافل. وعلى الجانب الأسري هذه القضية جدا مهمة، لأنه إن لم ننتهج هذا النهج راح تتفلش الأسر مالتنا. أنتم شايفين هالأيام صاير الطلاق فلس، إحنا هسه كجالية مؤمنة يعني ما صار عندنا عمر كثير بهالبلد، وصل الطلاق إلى درجات حقيقة مرعبة، ومو بس بهالجو هذا، دول وكثير من الناس يعني صار هاي التواصل الاجتماعي أفسدت أخلاقنا، أفسدت شبابنا، أفسدت أسرنا، ما خلت لنا حقيقة بعد حتى لما تدخل داخل الأسرة داخل البيت ما تحس أكو عندك أسرة، تحس البيت وكأنه مقبرة، كل واحد مشتغل بهذا الجهاز مالته وظل لا يكلم أحد ولا يتكلم مع أحد، والحال الأم والأب يأنسون أن يكونون أولادهم يمهم يتكلمون وياهم يتعاطون وياهم أسئلة صغيرة كبيرة،
جلسة تصير بيناتهم. الآن هذا الشيء تقريبا جاي نفقده شيئا فشيئا. ففي الواقع حقيقة يحتاج الإنسان إلى حكمة في إدارة وضعه وإدارة شؤونه، لا سيما على مستوى الأسرة، لأنها تعاني حقيقة من يعني ضغط شديد جدا، وهذا الضغط هو في واقع الحال نتائج غير مرضية، نتائج سلبية على الأسرة. الضغط هذا اللي يسبب تمزق الأسرة، المجتمع الخارجي يدعو إلى تمزق الأسرة، إحنا كمؤمنين ندعو إلى ماذا؟ إلى حفظ الأسرة. كيف أحفظ أسرتي؟ لا بد لي من أن أكون حكيما. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغافل عن كثير من الناس، أكثر من عقبة أويس اللي رادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن ينزل عقوبة بهم، لكن مع ذلك أخبر حذيفة وتغافل عنه. في قضية الإفك، في قضايا كثيرة، ولهذا القرآن الكريم يقول له خذ العفو، خلي تعاملك مع الناس بالعفو، لا يكون تعاملك بغير هذه الطريقة. خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، لأنه إذا ما تلتزم هذا الطريق ما تقدر تبني مجتمع يا رسول الله. ولهذا سار به النبي صلى الله عليه وسلم، وسار به الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. هذا النهج حقيقة نهج يدعو الإنسان إلى التعايش السلمي وإلى بناء شخصية الإنسان وشخصية المجتمع من خلال ماذا؟ هذا النهج الذي سنه لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة، فطن واعي، وثلثه تغافل. طبعا هذا يكون في حدود، إلا اللهم يكون هذا الإنسان في درجة من المسؤولية، بحيث ذلك الخطأ يسبب في انهيار مجتمع لا سمح الله مثلا، أو في حدوث أزمة إنسانية كبيرة وما شاكل ذلك، بعدين التغافل لا يأتي، وإنما يجب إصلاح الأمر فورا وحالا. أما نحن كأسرة كمجتمع بسيط يتعايش مع الناس، أتعامل مع الأخير، أتعاطى، كيف أتعاطى؟ ينبغي أن أتعاطى بهذه الكيفية، وإلا ما أقدر أعيش، أغلق الباب عليه والسلام، وما أبقى ما أحفظ على عائلتي وأسرتي أبدا، ما أقدر إذا كنت حدي في البين. ولهذا أئمتنا سلام الله عليهم السلام علمونا هذا المنهج وأوصونا به، لأنه نوع من إعداد شخصية الإنسان وعودته إلى الله تبارك وتعالى من خلال مسألة التغافل، خصوصا إذا أخطأ عن ليس بعمد أو ليس بقصد، وإنما اشتباه غلبت شهوة وما شاكل ذلك. هذا النهج حقيقة يبني لنا مجتمعا، وهذا النهج سار عليه أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبان واضحا في مسألة كربلاء وفي يوم عاشوراء، عندما فتح الإمام الحسين عليه السلام صدره للحر ابن يزيد الرياحي، هذا الرجل في بادئ بدء جعجع بالحسين سلام الله عليه، جعجع به يعني تركه في منطقة لا فيها كلأ لا فيها ماء، وضع كان كلش صعب، أرعب قلوب بنات رسول الله، لكن مع ذلك لما آب إلى الله وعاد إلى الله احتضنه الإمام سلام الله عليه وأبنه عندما وقع شهيدا، وقال له: ما خابت أمك عندما سمتك حرة، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا هو صدر الحسيني الواسع العظيم اللي يحتوي الدنيا بأسره، الصدور الواسع لآل البيت اللي بالحقيقة استطاعوا أن يبنوا لنا هذه القاعدة الرصينة اللي أراد أمتنا من المؤمنين أن يلتزموا بها، وأن لا يعيش الحدود الضيقة. الإنسان لما يعيش حدود ضيقة ما يقدر يقاوم المجتمع.
ولهذا سيد الشهداء لا فقط الحر وإنما حتى سقى أولئك الذين جاءوا لقتله، لا فقط سقاهم وإنما بكى عليهم. بعد هلق الصدور رحمه وهلق الصدور واسعة لا تجد في الكون كله، بكى عليهم لأنهم يدخلون النار بسببه. ومن قابل ذلك ذكره القرآن الكريم لجده المصطفى عندما يقول له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. شرك وكفر، مع أنه رسول الله يريد يهلك نفسه على الناس حتى تدخل للإسلام وتدخل للإيمان وتنجو من عذاب يوم القيامة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هالصدور الرحبة اللي ما حملت يوم من الأيام حقد ولا بغض على أحد، حقوقهم الشخصية دائما يتنازلون عنها، لكن هناك حق للأمة. لا لا لا، هذا يقفون بوجه الطاغي مهما كان الطغوان أو جبروت وما شكل ذلك. ولهذا هذه السمة كانت بارزة في يوم عاشوراء عند سيد الشهداء، وهو العفو عن المذنبين والعفو عن المخطئين، بل البكاء على أعدائه الذين أرادوا قتله. لكن عندما نلحظ الأعداء، هل تعاملوا بهذه الروحية مع الحسين؟ وصمينهم هالروحية، منهم ربيهم على هذه الروحية؟ بل قالوا له: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية. من نطيق قطرة من الماء؟ ونفس هذا علي بن الطعان المحاربي اللي إجاب جيش الحر آخر من وصل، وإجا أنهكه العطش، راد يموت بعد، ما يقدر يثبت على نفسه. قال للإمام: أنخ الراوية، أنخ الجمل، يلا افتهم. بعدين انطال الإمام بيده الماء، بيده الشريفة سقاه. هذا وقف على مصرع الحسين، والحسين نادي وعطشا، قطرة واحدة ما سقى. لاحظ هالنفوس الطيبة المباركة اللي الله تبارك وتعالى أعلى شأنها وشرفها، النفوس المنحطة الرذيلة الذليلة التي باعت الدنيا والآخرة لغيره. ولهذا تركوه بأبي هو وأمي في تلك الأجواء في مثل هذا اليوم، يوم 11 من محرم. عمر بن سعد أمر أن تدفن هاي الجيف مالتهم، وقود جهنم أمر بدفنها، لكنه امتنع عن دفن الحسين وأصحاب الحسين. ليش؟ إن كان يتوقع أن تأتي الأسود والحيوانات المتوحشة وتلتهم هذه الأجساد وتنغسل قضية كربلاء، ويذهب ذلك العار ويأتي بملك الري ويكون قائدا لذلك الملك. هذا كل ظن الخبيث، لكنه ما حصل شيء. والحالة اللي عاشها عمر بن سعد بعد مقتل حسين ما عاشها أحد بعد ذلك. كان عندما يدخل إلى مكان الناس تقوم من ذلك المكان، يدخل إلى المسجد الناس تقوم من ذلك المكان، يسلم ما ترد الناس عليه السلام حتى آل أن يجلس في بيته. لا ملك ري، رد منكوس خائس وخائب، وكل شيء ما حصل لا من ابن زياد ولا من يزيد، وإنما لم يحصل إلا الخزي والعار في الدنيا والآخرة. فترك الجثث الطواهر لآل البيت عليهم السلام تصهرها حرارة الشمس. ومثل هذا اليوم وراء الظهر نادى المنادي بالرحيل من كربلاء، الرحيل من كربلاء. الله، بنات رسول الله وهجوا هذا، والرحيل مع من؟ مع شمر وزجر وحرمل أوغاد هذول هالأرجاس الأنجاس اللي ما يعرفون لا دين ولا كرامة ولا إنسانية. هم على أهل البيت يقولون: اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. بعد هذول اللي باقين ايش راح يسوون بيهم؟ شون راح يعاملونهم؟ إن شاء الله الإمام المهدي سلام الله عليه يأخذ بثأر جده الحسين عندما ينادي المنادي: يا لثارات الحسين.
الله، والرايات تجي تخفق فيقتل ذراري قتلت الحسين سلام الله. لا بس قتلت الحسين، وإنما ذراري قتلت الحسين. واليوم ايش قد عندنا ذراري لقتل الحسين؟ آلاف بل ملايين، كلهم في هذا اليوم يتمنون لو كان الحسين حيا لقتلوه. هاي الإمام سلام الله عليه يشحذ سيف عليهم ولا يبقي منهم أحدا، فهو اللي يأخذ بثأر جده الحسين ويأخذ بتلك الحسرات واللوعات اللي عاشتها بنات رسول الله، وهن ينظرن إلى مصارع قتلاهن. سيدي يا ابو صالح يمتى تظهر للحق تنتزيع وتاخذ بثارات محسن والضليع، توصل المسجد الكوفة او تطلع يذوب قلبي من اذكر اسم الكوفة. سيدي انشد المحراب لا تنشد الناس، البيه للإسلام من انطبر راياس، وانشد السباط عن قوم الأرجاس، الغدرة بجيش الحسن وصفوفي. بعد وانشد المظلوم حين اللي تطب كربلاء ودمعك على خدودك يصوب، قل سيدي وين يديك وين راسك والقلايا. وانشد العباس عن جفوف، سيدي وذاك الوقت بيك حلا من تنادي وصوتك يصك الفلا، يا لثارات الشهيد بكربلاء. يا لثارات الشهيد بكربلاء وتطوي جيشك للطفوف بحملتك. سيدي شلون حالك من تصل وادي الطفوف وللمصارع ذيك بعيونك تشوف؟ لأن كربلاء يوميا تتمثل لمولانا الحجة، لأن يرى الواقع ماذا جرى على جده الحسين. ولهذا لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي شلون حالك من تصل وادي الطفوف أو للمصارع ذيك بعيونك تشوف؟ ولو شفت عباس مقطوع الجفوف حالي المهدي ذوب مهجتك. سيدي عمك العباس يا راعي الشيم عن نهر مطروح وبعينه، النهر مطروح وبعين السهم، جفوفه يما مقطعة ويما العلي، جفوفه يما مقطعة ويما العلي،
براس أبو فاضل فتح هاي الصورة تشوفها وصورة بعيد أعظم أعظم يا أبو صالح وأشهد فوق صدر حسين طفل بالمهي سعد الله قلبك يا أبا عبد الله حتى لما اندفنوه خلوا الطفل الرضيع على صدره فوق صدر حسين طفل بالمهي الصورة أعظم من هاتين الصورتين سيدي ولو شفت عمتك زينب بالسبا هذا اللي بكى له الإمام الحجة بدل الدموع دما على عمتي زينب اليوم زينب أسيرة ما أخذينها وأول محطة أنها مروا بها على مصارع القتلى وتحير الحادي تدري مرأة امرأة ترى عزيزها ترى حبيبها ترى فلذة كبدها على الأرض مجزر كالأضحية تحير الحادي رملة تقول يا جمال بالله عليك واني يا جمال بالله عليك واني انا كل مردحك جاسم ابني مهربا انقل لو حييت وعز عند من العذاب انا ردت ادخر الايام شهاب ما ظنيت بيك شح نصيب اما ليلى تقل يا جمال بالله عليك تاجي تاجي لابني علي حلو المحاجي دخليني اريد اشبع بواجي اي ما طيب النسل من نسل زاجي اما الربا ام الرضيع تقول لي يا جمال لبني اردى وضعه اي لوعه لوعه تحمل الرباب هي ما بقت بعد الحسين سنه ما بقت راحت الا الى الله ما بقت ابدا بقت بعد الحسين بكاء وتحت حراره الشمس ما اظلها سقف بيت ابدا حتى تغير لونها من شدة حرارة الشمس وماتت بكاء وألما على أبي عبد الله أي امرأة وفية الله تقول أنا أسكن تحت البيت وشفت الحسين صار حرارة الشمس أيوا سيدا أيوا حسينا تقول لي يا جمال يا جمال أما أم كلثوم انحدرت إلى الوادي قالوا لها وين رايحة يا أم كلثوم لا ترديني الحسين هذا الحسين هذا علي الأكبر هذا فلان قلهم أنا ماشي العباس أجعده ورجب جفوفه فوق زنده
أنا ماشي العباس حاجي واحكي لذي الحال وراوي أراوي متني وسالف لو بجي أما زينب دي اللي حد الظان قل له وين تردو تردو يا ولينا ما تمر يا الله ما تمر يا والله من عادة اليردون يرحون بحبابهم لازم يمرون يودعون وحشينا على الترب مرون ثم نبلت الأطفال الحسين ينوحون وينون قلوا بهدى يا عم من تنوحون أخافا تعذر النوق وتطيحون هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي يا الله يا الله اللهم أنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين من ذرية الحسين يا الله يا الله يا الله اللهم عجل فرج مولانا بقية الله في العالمين اللهم شافي مرضانا أقضي حوائجنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا ووفقنا لخدمة هذه الشعائر الحسينية المباركة القائمون بهذا المأتم الأخوة المؤسسون الأخوة الحضور الأخوات الكرام تقبل الله عملهم جميعا بأحسن القبول إلى أمواتهم من مات على الإيمان إلى الذوات الطاهرة لآل الرسول لا سيما للروح الطاهرة لمولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين والأرواح الطاهرة لأهل بيته وأصحابه رحم الله من قرأ الفاتحة معطرة بنور الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بارك الله بكم مأجورين إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد بمكانك بارك الله بك دقائق إن شاء الله قبل لا نقوم ونعزي استريح عزيزي استريح بارك الله بك يا هل رحت بسلامة بقيت هاي اليتامة يا هل رحت بسلامة تقدم علي شباب تقدم هنا من المنبر تقدم عزيزي خدمة الحسين.